يعني في هذه المرة دعوني أنا أرحب بزميلي محمد عبد الرحمن مرة أخرى وضيفيه الكريمين من جدة دكتور محمد ودكتور جمال أيضا من الإمارات. ويعني لدي التصور حقيقة فيما طرحه محمد فيما قبل الفاصل مباشرة عما يمكن أن تفعله الحكومات في تقليل التدخين، أو حتى في يعني تفكيرنا أو في خيالنا المدينة الفاضلة الخالية من التدخين بأي شكل من الأشكال. وهل لنا يعني نحن كحكومات قبل لهذه الإمبراطوريات الكبيرة الضخمة التي لم تستطع أن تقهر جزءا صغيرا منها الإمبراطوريات الغربية، يعني رغم كل هذه الحملات الشنيعة ورغم هذا التشدد الواضح جدا في المطارات وفي المقاهي وفي غيره في الغرب، إلا أنهم لم يستطيعوا أيضا حتى هذه اللحظات أن يقهروا ولو جزءا بسيطا من هذه الإمبراطوريات الكبيرة، إمبراطوريات التدخين، إمبراطوريات التبغ التي تستطيع أن تتغلغل في كل الوسائل سواء الحكومية والسياسية والاقتصادية أيضا. يعني هي أيضا اقتصاد على الجانب الآخر. ولكن أنا عندي سؤال حقيقة، في سؤال قد يكون يعني مبررا يأخذه البعض لنفسه. أنا أمارس رياضة، وهذه الرياضة قد تكون رياضة جيدة وعنيفة، وأدخن، وبالتالي أنا يعني أنا بصحة جيدة طالما أنا أمارس هذه الرياضة وأدخن، ولي الحق في أن أفعل ما أريد طالما أنا أمارس الرياضة. هل هذه يعني معادلة صحيحة؟ دكتور برزانجي، أظن محمد إبراهيم سألك سؤال صعب. أنا 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 سؤال رائع الصراحة، جزاك الله خير. لا بس أنا طبعا ما ينفع يعني إنه أقول له إنك أنت بتعمل رياضة وبتمارس رياضة إنه هذا الشيء يحق لك إنك أنت تدخن. لا طبعا، إنه خلي بالك إن أنت مع التدخين أنت بتسوي التهابات في الشعب الهوائية. مع الاستمرار في التدخين لفترة طويلة التهابات الشعب الهوائية هذه تكون شيء مزمن، وبالتالي تغير التركيبة التشريحية حقت الشعب الهوائية نفسها، وبالتالي حتوصل لمرحلة الإنسان الرياضي هذا ما حيقدر يمارس رياضته بالطريقة اللي أي واحد تاني غير مدخن يقدر يمارسها. يعني sooner or later حيوصل لمرحلة الهاوية اللي ما يقدر يكمل. وإذا كان مثلا خصوصا لو كان الإنسان الرياضي ده بيعمل مثلا رياضة كومبتيتيف فيها منافسة، فأكيد حيلاقي نفسه أنه البرفورمانس حقته في مزاولة الرياضة أقل بكثير من شخص آخر غير مدخن. لكن هل هذا الرياضي معصوم يا دكتور برزنجي من أن يصاب كالآخرين من المدخنين بنسبة عالية بالسرطانات وأمراض القلب والأوعية الدموية إلى آخر ذلك؟ هل الرياضة تعصمه من أضرار التدخين؟ ابدا لا. لا 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 تعمل له اي عصمه الرياضه، بل بالعكس انت عندك النيكوتين بيدخل الجسم، احنا مشكلتنا في ماده النيكوتين لما بتيجي في الجسم والاضرار الجانبيه والسلبيه على النيكوتين على كل اجهزه الجسم. الرياضه نعم الرياضه مفيده جدا لصحه الصدر، لكن ما بالك بالاجهزه الاخرى في الجسم، ما ايش حتعمل الرياضه فيها؟ صحيح. فهذا الشيء لا ليست يعني رياضة مهمة، بس ليس مانع من أضرار الجسم التدخين على الجسم نفسه. دكتور جمال، البعض يتحدث عن إنه هذا التبغ الذي يمر بماء الأرجيلة أو النار جيلة أو الشيشة زي ما نسمى في بلاد كتير في العالم العربي، تنقيه المياه ويطلع كده صافي نظيف ما يأثرش على الجسم زي الفل كده. وناس تانية تقول لك تدخين البايب، لأنه البايب والسيجار بدون ورق لف التبغ اللي في السيجارة، وأنه هذا الورق هو الداء الكبير لأنه احتراقه في ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون ومش عارف تاسع أكسيد مش عارف منجنيز، وهو اللي بيسبب كل المشاكل دي. حين نشربه سيجار أو عبر البايب لا نصاب بهذه المشاكل، إيه رأيك؟ هذا قول مغلوط ومنافي للحقيقة وليس حقيقيا بالمرة، لأن أعتقد إن أو يعني الحقيقة إن المية لا تؤثر بالمرة في أنها تنقي خالص كل المواد الدخان. دي تصفر يا دكتور. نعم فهمت. تصفر. تصفر تدي لون، لكن مش ده مش المواد المؤثرة. في 300 مادة كيماوية في داخل الدخان ده، الاحتراق
التبغ بيولد حوالي 300 مادة كيماوية، منهم 30 على الأقل مادة مسرطنة أهمهم القار اللي هو الطار يعني، وكذا مادة مدمنة أهمهم النيكوتين. هو نفس اللي بيسفلته بيه الشوارع؟ يا تقريبا هو نفسه مسافرين، ما انت بتلاقي الرئه بنفس الشكل بتاع الرئه بنفس شكل الارضيه بتاع الشوارع. ده الواحد على كده لما يدخل له 20 30 سنه بيسافلت نفسه، ممكن يسافلت له شارعين ثلاثه. يعني اخو يعني لو اخذوا منه الرئه وفردوها تعمل، فهو يعني يوفر على نفسه او يحمي رئته من هذا ولا القار. السيجار؟ نعم فندم. ولا السيجار ولا البايب هم نفس التاثيرات السلبيه، هي نفس التاثيرات والمضار الصحيه. طب يقول لك انا باخد النفس بطلعه من مناخيري، ما لا استنشقه جوه، لا استنشقه داخل الرئه. لا 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 لا، هو بيمتص من الاغشيه المخاطيه بتاع الفم كمان، مش لازم يدخل جوه الرئه يعني، مجرد انه يدخل الفم ويعدي من الانف، ما هي دي اغشيه مخاطيه بتمتص. مش في حبوب بتحطها تحت اللسان، ما مش لازم تدخل جوه، بيحصل امتصاص ليها من هنا ونفس من الضرر، نفس الضرر لانه بيدخل من الاغشيه المخاطيه للفم والانف والحلق، وتدخل وتتسرب للدم على طول. فهي هي ما بلحقش يعني، مش حكايه ان انا اطلع بره، لا لا، التاثيرات موجوده والمضار موجوده. الشيشه زيها زي السجاير، يمكن اكثر مضار من السجاير كمان، والبايب وكل انواع النيكوتين. طيب ضررها لانه ما عادش في وقت. شوف انا هعمل ايه دلوقتي. دلوقتي احنا الاربعه نتفق على انه هذه افه رهيبه، وانه العرب لديهم من المشاكل الشنيعه الحقيقة ما لا يحتاج إلى إضافات أخرى، وأنه السجائر والتدخين التبغ يخصم من القوة العربية ومن الثراء العربي، يعني شيء شنيع. نعمل إيه؟ أنا سؤالي دلوقتي نعمل إيه؟ وأنا سأسألكم، أنا رأيي أنه الحكومات تجرم تعاطي التبغ، ده رأيي، يعني ما حدش بيتحبس عشان رأيه، هعمل إيه؟ ده رأيي، أنه الحكومات لابد أن تعتبر التبغ كالمواد المخدرة، تضعه في قائمة المحظورات، اللي عايز يدخن يخرج بره الحدود، يدخن ويرجع. لكن ابدا كده بالترتيب من محمد ابراهيم، رايك ايه يا محمد؟ نعمل ايه باختصار ارجوك؟ اعتقد انه يعني مثل هذا الراي يا محمد، يعني قد يدفع الكثيرين لتجربه السجائر اكثر مما يردعهم من ذلك، يعني قبل ما الممنوع مرغوب كما تعلم. يعني هذه مسألة، قد يعني دعوتك هذه أعتقد أننا بعد الحلقة سيزيد عدد المدخنين في جميع الدول العربية التي ترانا الآن، يعني هذه مسألة مفروغ منها. ولكن على الجانب الآخر وفي دقيقة واحدة أستطيع أن أقول، هناك حقيقة ورأيتها بأم عيني عشرات وعشرات من القصص الناجحة في الإقلاع عن التدخين، وكان هناك أحد أقاربي على سبيل المثال يدخن أكثر من 70 سيجارة في اليوم. يعني هذا أقلع يعني دونما أن يكون لديه أي نوع من أنواع المؤثرات الصحية أو غيره، أقلع بين يوم وليلة، وكان يدخن لعقود، يعني حوالي 3 عقود أو أكثر. هذه أعتقد من النماذج الناجحة، إذا استطعنا أن نتسلق السور النفسي الذي يعلو يوما يعني بعد الثاني، أعتقد أننا سوف نستطيع بكل ثقة أن نقلع عن هذه العادة السيئة. طيب دكتور برزنجي، وأيضا أنا محمل بسؤال آخر إلى حضرتك، والواحد لو أقلع اليوم الآن في هذه اللحظة، بعد أي زمن يصبح جسده نظيفا، تصبح أجهزة جسمه نظيفة من أثار التدخين؟ هذا سؤال رائع. هذا الشيء أنا دائما أقوله للمرضى عندي في العيادة، تخيل أنت بعد إقلاعك من التدخين بعشرين دقيقة بتبان الأثار الإيجابية من الإقلاع. في البداية يصير ضربات القلب ترجع للوضع الطبيعي، كمان الصعوبة في التنفس تتحسن، بعد 8 ساعات نسبة أول أكسيد الكربون هو الكربون مونوكسايد اللي يكون موجود في التدخين نفسه بيرجع للوضع الطبيعي في الجسم، 8 ساعات بس عن الإقلاع. بعد 3 شهور من الإقلاع عن التدخين الرئة تتحسن وظيفتها ب 30%، ترجع طبيعي. بالإقلاع عن التدخين لمدة 5 سنوات خطورة أمراض القلب بتكون متساوية مع أحد عمره ما دخن. يا سلام. فيعني في أمل، في أمل إنه كل شيء يرجع تاني للطبيعي. في فوائد لو إنه الواحد عقد العزم وأقلع الآن. للأسف الوقت انتهى. الدكتور جمال كلمة أخيرة.
زي ما ذكر الدكتور محمد الإقلاع عن التدخين وخلال فترة يعني لو الإنسان أقلع بدري في قبل السن الأربعين النتائج بتبقى ممتازة، لكن لو أقلع متأخر برضو النتائج يا دكتور لو تبقى غير مضمون. حتى لو أقلع فيها يبقى زي عدمه، نقطة انكسار كده يعني مثلا في الستين بعد 40 سنة تدخين 50 سنة بالضبط على بيعتمد على كمية التدخين اللي دخنها وعدد السنين اللي دخنها، فده يعني بتختلف من واحد التاني، لكن بعد بعد الخمسين أو بتاع يعني يستحسن ان الانسان يقلع بدري قبل قبل سن الخمسة واربعين. نجيب محفوظ الله يرحمه راح للدكتور وقال له صدري وجعني، قال له بطل سجاير، قال له موت، قال له يبقى ما بطلش. خليك عايش وده كان احسن. وهو عاش لغايه ما بقى عنده 80 سنه. انا شاكر جدا جدا لضيفي الكريمين اللذين شرفاني في هذه الحلقه، سعاده الدكتور محمد برزنجي من جده وهو استشاري ورئيس قسم الامراض الصدريه والحساسيه بمستشفى الدكتور سليمان فقيه، شكرا يا دكتور. وكذا لسعاده الدكتور جمال عبد الرزاق وهو الاخصائي الاول للامراض الصدريه بهيئه الصحه في دبي، الشكر موصول كذلك لزميلي محمد ابراهيم في الكويت الذي شاركني تقديم هذه الحلقة، وأنا هسيبه دلوقتي عشان ينزل يشيش ولا يا محمد؟ نيفر. لا 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 طيب كويس، شكرا يا محمد، أنا متشكر جدا، إلى اللقاء مشاهدي الكرام.